صباح الصحة. صباح الأنوار دكتور، أهلا وسهلا. أهلا بك أختي فاطمة، صباح الخير وصباح الخير للمشاهد الكريم. نورني دكتور كالعادة، وحب نفشي سر الدكتور نائل جاموس جدا مجتهد ودائما واقف على قدم وساق في تحضير مواضيعه لكم أنتم مشاهدينا الكرام، ويختارها بدقة وبصحة صحة كاملة. دكتورنا اليوم راح يكون الموضوع عن السمك بين الضرورة والخطورة، دائما مواضيعك وعناوينك فيها ألغاز. بين الضرورة والمخاطر. والمخاطر. السمك بين الضرورة والمخاطر. السمك ضروري للإنسان. لا غنى عنه. هو محطة من إحدى المحطات، محطات الوقود التي يجب أن نتوقف عندها وأن نتزود مما فيها. السمك يزودنا بعنصرين أساسيين. نعم. لا نستطيع أن نجلبها من جهة أخرى. طيب. هذان العنصران يسمان بالدي اش ا والأوبيا. جميل. دي اش ا أي دوكوزا إكزا إينويك. جميل. وأوبيا أي كوزا بنتا إيونيك. هذان العنصران هما أحماض آمينية. جميل. بفضل هذين العنصرين يستطيع الجسم أن يعمل. هذين العنصرين لا نستطيع أن نستحوذ عليهما من أطعمة أخرى. هذان العنصران هما مشتقان من أوميجا ثلاثة البحرية. نحن تكلمنا في السابق عن أوميجا ثلاثة النباتية. طيب. والتي نستسقيها من نستحوذ عليها من المكسرات مثلا، من الجوز. ومن الخضار. جميل. ولكن هذه الأوميجا ثلاثة النباتية لا تستطيع أن تعطينا هذان العنصران. هذان العنصران أثبت الدراسات وتأكد أن هذان العنصران يخفضان ارتفاع الضغط أولا، ينقصان من ما نسميه بالدهون الثلاثية. طيب. هذه الدهون الثلاثية يصعب على 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 الأدوية أن تنقصها، وهي دائما نلقاها مرتفعة عند أمراض السكري. طيب. الأوميجا ثلاثة بالدي اش ا والأوبيا ينقصان هذه الدهون. الأوبيا والدي اش ا عنصران أيضا هما يكافحان الالتهابات. فالأشخاص الذين يعانون من التهابات المفاصل، مثلا التهاب المفاصل المتعدد المسمى بولي أرتريت روماتويد. طيب. فهذا الدي اش ا، هذه العناصر من الأوميجا الثلاثة البحرية، الأوميجا ثلاثة البحرية تعالج هذه الأمراض. طيب. تعالج أيضا أمراض الجلد، الأمراض التي نسميها بسورياسيس، أمراض الصدفية. جميل. هذه الأوميجا ثلاثة البحرية هي تعالج. أيضا لوحظ أنها تحمي من سرطان القولون الأوميجا ثلاثة. إذن الأسماك ليست فقط مصدر البروتين والفيتامين دي والإيود، وإنها مصدر هذين. إذن عندما نبحث عن الأسماك فإننا نبحث عن هذين المصدرين، ولكن المشكلة ليس كل الأسماك فيها هذه النسبة، يعني فيها أوميجا ثلاثة ولكن بنسب منخفضة. إذن هذه الأسماك، هذه الأوميجا ثلاثة البحرية نجدها في الأسماك، نسميها بالأسماك الزيتية، الأسماك الدهنية، لأننا نحن نميز نوعان من السمك، سمك زيتي وسمك هزيل. الأسماك الهزيلة هي الأسماك التي لا تحوي على دهون. طيب. وهي أسماك مفضلة للرجيم. وهي الآن صحية دكتور؟ هي صحية، ولكن طيب. المشكلة في أننا لا نستطيع أن نستهلك ما نشاء من الأسماك. كمية كبيرة. نحن محددون بكميات معينة ومقيدون بوتيرة معينة. طيب. في استهلاك الأسماك باتباع نظام معين. لماذا؟ لأن هؤلاء الأسماك يحوي في داخلهم عضويات، نفايات عضوية. طيب. هذه النفايات تتمثل في مثيل الزئبق، تتمثل في البي سي بي، وتمثل في الديوكسين. طيب. الزئبق هو معدن منتشر في الطبيعة، وترميه أيضا المنتوجات الصناعات نجده أيضا في البطاريات، في الطلاء، في أي مكان، ولكن عندما يرمى في البحر فإنه يترسب، وهذه الأسماك تأكل هذه المعادن. طيب. فعن طريق بكتيريا في البحر تتحول إلى زئبق عضوي،
فيدخل هذا الزئبق العضوي في والزئبق العضوي عندما يتناول الإنسان هو خطير، هو يتمركز في المخ ويشل جميع الوظائف الحسية والحركية على الزئبق. ولكن السمك الصغير عندما يتناوله سيأكله السمك الكبير، وكل سمكة كبيرة ستأكل الصغيرة منها، طيب فيتراكم في جسمه. فالسمك الكبير إذن سيصبح مصدرا سيئا لهذه للإنسان، لأنه ناقل لهذه المواد السامة، هذه المواد المسممة للإنسان. فلذا التوصيات العالمية حددت من استهلاك السمك، وحددت من استهلاك بعض أنواع السمك، وفرضت علينا أن نحرم بعض السمك. فمثلا الإسبادو مثلا الذي كان لحمه جيد الآن تقريبا هو محرم، وهو من يسمى من الأسماك المفترسة. الأسماك المفترسة من الإسبادو والمغلا وهذه الأسماك الكبيرة ذات الحجم الكبير والذي يبدو لنا لحمها أنه يسيل اللعاب. إذن هذه الأسماك بدأت تكون خطيرة على الإنسان. الآن أدعوك لنشاهد فيديو نتعرف فيه على بعض الأسماك. طيب نروح نشوفه مع مخرجنا. إذا ممكن أنك تكمل لنا ريتما يطلع لنا الفيديو دكتور. طيب إذا الآن جاء الفيديو. لا ينصح الرجال باستهلاك متكرر يتعدى 150 غرام في الأسبوع لأنواع الأسماك المفترسة الأكثر عرضة للتلوث، فهي ناقلات مهمة للعديد من الملوثات البيئية كالزرنيخ وميثيل الزئبق والديوكسين والبيسيبي، والتي يمكن أن يسبب التعرض المفرط والمديد لها العديد من الاضطرابات والتشوهات التنموية عند الأطفال. فاستهلاك الحوامل والمرضعات وكذا الأطفال لهذا النوع من الأسماك لا يجب أن يتعدى مرة كل شهرين كحد أقصى. تحتوي الأسماك الزيتية على نسبة تفوق 2% من الدهون الغير مشبعة الضرورية للإنسان، فعلى الرغم من أن سمك السلمون لا يزال مصدرا ممتازا للأوميغا 3 إلا أنه يراكم المعادن الثقيلة والمكونات التي تحد من استهلاكه. أما سمكة الماكريل التي تحظى بموضع التقدير للحمها هي أيضا تراكم الزئبق. إنها سمكة المحيط الأطلسي والبحر الأسود والمتوسط، هي مغذية وغير مكلفة وتستهلك بطرق مختلفة. اشتق سمك السردين اسمه من جزيرة سردينيا، فبفضل التركيزات الكاملة للعناصر الغذائية والأوميغا 3 تسهم هذه الأسماك في التغطية المثلى للاحتياجات أثناء الحمل. يشمل مصطلح الأسماك الهزيلة كل الأسماك التي تحتوي على أقل من 4% من الدهون، فكميات السعرات الحرارية فيها ضعيفة وتعد ب100 سعرة حرارية لكل 100 غرام، كما أن محتواها من الأوميغا 3 منخفض. إنها تحظى بتقدير خاص كجزء من الوجبات الغذائية، فهي مثالية لدعم فقدان الوزن. لقد أوصت المنظمة العالمية للصحة في أكتوبر من عام 2019 بتناول حصتين من الأسماك الدهنية في الأسبوع لتوفير 500 ميليغرام من أحماض الأوميغا 3. طيب الآن لاحظت أن المنظمة العالمية للصحة توصي بأن يستهلك الإنسان 200 غرام من الأسماك الدهنية لكي يستحوذ على 500 غرام من الأوميغا 3. طيب. الآن نتوجه سأدعوك والمشاهد الكريم لأن نرى الكميات التي يجب أن نستهلكها أسبوعيا، وهذا هذا هذا يدفعنا إلى التحذير من استهلاك الأسماء يوميا، خاصة في شهر رمضان. هناك عائلات تستهلك الأسماء يوميا، وأسماك من نوع خاص، أسماك نسميها بالأسماك المفترسة كما رأيناها. إذا شاهدي هذه الصورة إذا أمكن. تفضل. ليس الفيديو هذا، نشاهد. تفضل دكتور. نعم. إذا نشاهد توصيات المأكولات البحرية. هنا المأكولات البحرية. نقول أن لعامة السكان، التوصية العامة لعامة السكان، نقول يستهلك جزئين من الأسماك في الأسبوع، بما في ذلك جزء يحتوي على نسبة عالية من الأوبيا والأو أش أ، ونقصد بذلك الأسماك الدهنية. جميل.
تفضل. إذا الأسماك الدهنية هي معرفة كالتالي: هي السلمون والسردين والماكريل أي الماكرو والرنجة وسمك السلمون المدخن. ويجب علينا أن نقتني هذه أن نغير من حين لآخر، أن نقتني أنواعا مختلفة من هذه الأسماك. لا يجب أن نأكل نوعا واحدا دائما، وإنما يجب أن مثلا مرة الماكرو ومرة السردين، ويجب أن نقتني هذه الأسماك من أماكن مختلفة. مثلا مرة يجب أن نقتني الأسماك من أسماك بني صاف، أو مثلا مرة أخرى يجب أن نقتني أسماء السردين من مستغانم. يعني يكون تنويع، يجب أن ننوع من المنطقة وأن ننوع من الشكل. هل المنطقة تلعب دور كبير في أكيد نوعية الأسماك؟ أكيد، لأن الأسماك المتواجدة مثلا بجانب الأمراض، بجانب المصانع فهي ملوثة، وهي تراكم الكثير من الزئبق والديوكسين والبيسيبي. إذن هذه الأسماك هي محظورة، لا يمكن استهلاكها، وهي سامة. ونتكلم الآن عن الأسماك مثلا التي هي تعيش في المياه العذبة أي في الأنهار وفي البراج، يعني السدود في السدود. إذن هذه أسماك تعيش في مياه حلوة. إذن هذه تراكم بطريقة قوية السموم. إذن فلعامة السكان نقول أن يجب تناول هذه الأسماك مرتين في الشهر. أما عند الفتيات المراهقات وعند المرأة وكل النساء والأطفال دون سن ثلاث سنوات، فيقتصر على مرة واحدة كل شهرين. لاحظي أن نسبة السموم المتواجدة في هذه السمك تدفعنا إلى التقليل والتحديد من استهلاكها. إذن بشكل عام نقول جزئين، كل جزء يساوي 100 غرام. إذن 100 غرام من سمك دهني و100 غرام من سمك هزيل. مثلا أروجي، سمك أروجي المسمى بروجي هو سمك دهني، ولكن نسبة الأوميغا 3 به تساوي 1.4. فبإمكاننا أن نأكل مثلا يوم 100 غرام سردين ويوم 100 غرام دهني. الآن طريقة التحضير تلعب دورا كبيرا في تناول الأسماك. حضرت لكم أيضا بعض الوصفات، بعض الوصفات العالمية لطريقة تحضير الماكرو والماكريل والسردين. طيب نشاهد الفيديو مع مخرجتنا سلمى. إذن يتطلب الماكريل القليل جدا من الطهي، فالطهي على البخار يسمح لك بالحفاظ على الصفات الغذائية قدر الإمكان. هذا ماكريل معبأ بخمسين غرام من الأرز وقد وضع في الفرن لبضع دقائق فقط. شاهدوا الأطباق الأخرى كيف يحترم فيها التوازن الحمضي الأساسي بإضافة بعض الفواكه والخضار المحيدة للبروتينات المحمضة. أما أطباق السردين التي تعد فخر أطباق السمك، فقد دفعت بعشاقها إلى التفنن في إضفاء طابع التوازن الغذائي. فعلى اليسار نرى وصفة تقليدية لمدينة البندقية فينيسيا، يطغى عليها طابع الحلو والحامض. فالسردين ينقع في مركب حامض مكون من عصير الليمون والبرتقال ويؤكل بعد ثلاث ساعات من وضعه في الثلاجة. جميل. أما هذا الطبق فهو من صقلية، وهو الأكثر شيوعا ويسمى بالبيكافيكو نسبة لطائر البيكافيكو الذي استبدل لاحقا بالسردين، وهو مشكل من زبيب وشمر. جميل، شكرا دكتور على هذه الوصفات الرائعة. شكرا لك. شكرا دكتور. طيب قبل الختام، خفيف خفيف على الخفيف. نعم. كما نقولوا الأسماك المعلبة والطونة، هل تنصحنا بأن نأخذ نستهلكها أم نبتعد عنها؟ الطونة ينصح المعلبة ينصح باستهلاكها، ولكن هي من لا تحوي على أوميغا 3 كثيرا، هي من الأسماك الهزيلة. وأما الأسماك السردين المعلب فينصح باستهلاكه، خاصة السردين الذي بها الزيت، يعني صاغدين الويل. طيب. هذه لوجود الأوميغا 3، والعلبة تحوي على 100 غرام، فبإمكاننا أن نتناول مثلا في الأسبوع
الأسبوع علبة من الطون وعلبة من السردين، خاصة لأولئك الأشخاص الذين لا يسكنون على السواحل، هم يسكنون في الصحراء مثلا، أو يصعب عليهم الاستحواذ على هذه الأسماك. شكرا، شكرا على كل معلومة الدكتور، نورتني في هذا الصباح، وإن شاء الله العدد المقبل راح يكون عندنا موضوع جديد. شكرا لك. الله يخليك.